الحمد لله هذا فوز مهم على فريق الرجاء، غادي يخلينا نقربوا مقدمه الترتيب. كنتمنى اننا نكملوا في هذه المسيره هذه ونحققوا نتائج ايجابيه ان شاء الله. الحمد لله كما يعرف الجميع ان فريق الرجاء البيضاوي فريق قوي لا داخل الميدان لا خارج الميدان. الحمد لله هنيئا لنا بهذه 3 نقاط باش نتسلقوا سبوره الترتيب ان شاء الله وتحقيق احد الالقاب ان شاء الله. فبعد ما عرف الجميع ان فريق حسنيه اكادير كان يتخبط في النتائج، الحمد لله استطعنا اننا بفضل المدرب والطاقم التقني والاداره الحمد لله استطعنا اننا نجمعوا القوى ديالنا ان شاء الله ونحققوا احد الالقاب ان شاء الله هذا العام هذا ان شاء الله. واخا زهير شفنا واحد اللقطه طريفه بين المدرب ديال الفريق يعني كتضحكوا، يعني واش هذا كجزاء بانكم اديتوا مقابله رائعه؟ فالحمد لله الانتصار كيخلي ديما البسمه في اوجه جميع لا الجمهور لا الطاقم التقني لا اللاعبين، خصوصا ضد فريق الرجاء البيضاوي فريق كبير. فالحمد لله هذا الانتصار هذا كيخولينا اننا نطمحوا اكثر من الجمهور. ما سلمش انكم فصراحه الجمهور كما نقولوا هو السند الوحيد، كما نقولوا الجمهور رقم 12 هو اللي كيخولينا اننا نزيدوا ندافعوا المجهودات وكيعطي واحد الصوره جميله في ارضيه الملعب.